أما بالنسبة لأخبار المحافظات، في أسوان تم الانتهاء من أعمال مشروع سوق الأحمدية بتكلفة بلغت حوالي 12 مليون جنيه. أما في قنا فقد تم تسليم عقود مدينة الأمل الجديدة في نجع حمادي. الأهلية كمان كان فيها شغل كتير، تم تحصين أكتر من 86 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلعية. وفي الأليوبية مراكز الشباب أطلقت مبادرة كلنا معاك احتفالا بيوم اليتيم. خلينا نتابع تفاصيل أكتر عن المحافظات في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في المنوفية تم ضخ 72 طن سكر مدعم بسعر 27 جنيه للكيلو للمرة الرابعة خلال شهر مارس، وبيتم توزيعها على مدن وقرى شبين الكوم، أشمون، تلا، الشهداء، سرس الليان، حي شرق شبين الكوم، وده في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مدعمة للمواطنين، بما يحقق التوازن والاستقرار بالأسواق ويعزز الحماية الاجتماعية لمحدود الدخل والفئات الأكثر احتياجاً. في بني سويف أكدت مديرية الصحة تنفيذ قافلة طبية بقرية سنور مكونة من 8 عيادات في 7 تخصصات، وتم الكشف على 1662 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. في أسوان بتشهد المحافظة تنفيذ الأعمال الجارية بسوقة الأحمدية بمنطقة الجيش اللي بتقع على مساحة إجمالية تصل ل 2000 متر، وتم الانتهاء من إنشائها بتكلفة بلغت 12 مليون جنيه. بيضم المشروع 104 محل متنوع الأنشطة، منهم 88 محل تجاري بيتم تنفيذهم على مرحلتين للخضروات والفاكهة، فضلاً عن 16 محل هيتم تخصيصها للأسماك والدواجن شامل المرافق والخدمات. في قنا شهدت المحافظة تسليم عقود مدينة الأمل بنجع حمادي للمواطنين اللي قاموا بسداد المبالغ المالية المستحقة عليهم، وبتتم أعمال البنية التحتية بمدينة الأمل على قدم وساق، وتم الانتهاء من تمهيد الطرق الداخلية للمدينة والبدء في تنفيذ خطوط وشبكات المرافق بشكل كامل. في الدقهلية شهدت المحافظة تنفيذ أعمال الحملة القومية الأولى لعام 2024 لمقاومة الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض، وبلغ ما تم تحصينه 86592 رأس ماشية، وبتستمر الحملة لمدة شهر لتحقيق المستهدف منها. في الأليوبية بتستعد مديرية الشباب والرياضة لإطلاق فعاليات مبادرة كلنا معاك احتفالاً بيوم اليتيم للعام الثالث على التوالي. بتأتي المبادرة ضمن برامج الخطة الموحدة للأنشطة بمراكز شباب الأليوبية، وبيتم تنفيذها على مستوى جميع مراكز الشباب في أجواء احتفالية مبهجة تزامناً مع احتفالات يوم اليتيم. في المنيا انطلقت فعاليات قافلة السعادة اللي بتنظمها مؤسسة حياة كريمة، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والأزهر الشريف والمجلس القومي للطفولة والأمومة ومركز علاج الإدمان. وقافلة السعادة هي سيارة كبيرة متنقلة بتجوب المناطق لتقديم توعية بشكل ترفيهي تعليمي وتوزيع بعض الهدايا البسيطة بعد عمل مسابقات بالتعاون مع الجهات الشريكة.